شايف ازاي اكاذيب الجزيره بهذا الشأن؟ بص يا مدام ايهام، واضح ان الاخوان والجزيره وابواقهم بيدوروا على اي شيء يشعل الوضع في البلاد او تقليب المواطن على مؤسسات الدوله بالاكاذيب والتشكيك والتلفيقات والفبركات والاختلاقات. واقعه طبيعيه جدا او عاديه جدا في مشاجره بين طرفين من المواطنين، يعني حاولوا الجزيره ان هم يزجوا برجال الامن والداخليه رغم انهم ليسوا لهم علاقه على الاطلاق، لا من قريب ولا من بعيد، وربما اتوا بعد حدوث الواقعه وبشهاده الشهود. لكن انا يعني دايما باكد على المواطن المصري لابد ان ينتبه الى هذه الفبركات والى هذه الاكاذيب التي تسعى الى اشعال البلاد واشعال الموقف وبث الفتنه والتحريض وغيره. لكن كل الامور سواء في الجزيره او في منصات وقطيع الاخوان بتدور في فلك واحد، هو نفس المنهج اللي هو يعني الرغبه المسمومه والشيطانيه في محاوله تأجيج وتحريك وتفجير المشهد في مصر. لكن انا شايف ان هم بيحلموا، ما كان لم يعد ليكون او ليحدث مره اخرى. الشعب المصري اصبح على اكبر درجه ودرجه غير محدوده من الوعي والادراك، والوعي والادراك خاصه فيما يتعلق بنوايا سواء قناه الجزيره وقطر والاخوان وتركيا، وانهم عدو رئيسي والد اعداء الدوله المصريه. واعتقد ان جماعه الاخوان يعني جماعه بالفعل خانت الله والوطن وخانت المصريين، واعتقد المصريين ايضا ادركوا ان هذه الجماعه هي جماعه كاذبه. ولكن دائما علينا التواصل بالحقائق والمعلومات مع البسطاء خاصة حتى لا يجدوا في هذه القنوات الخائنة والعميلة والخادعة والمشككة يعني فرصة لاستقاء معلوماتهم. لكن اللي أنا عايز أقوله هو نفس المنهج اللي بتطبقه الجزيرة، قنوات الإخوان، ربما في إعلام غربي أيضا مستأجر بأموال قطرية سخية بتحاول تشويه صورة مصر وتشويه يعني شعبها وكده. لكن في النهاية هو نفس الفلك، الوعي، مزيد من الوعي ومزيد من الانتباه والفهم والاستيعاب. احنا دورنا كإعلام، وأيضا المواطن المصري عليه أن يستقي معلوماته جيدا وينتظر حتى عرض الحقيقة بالكامل. تمام، أنا بشكرك طبعا أستاذ عبد الرازق توفيق، شكرا جزيلا لحضرتك.